دولار الأيام الصعبة، حكايات مشجعة في قلب الأزمة. طول الوقت بنتكلم عن ناس استغلت أزمة العملة وراحت تتاجر بيها علشان الربح، حتى لو هتصعبها على الناس العادية اللي بتشتري بالغالي. وبنتكلم عن التجار اللي احتكروا السلع وخزنوها علشان يلعبوا في السعر، وعن الناس اللي شوهت وحرضت وسودت الصورة. لكن في نماذج وطنية بتقول لسه بخير، وقفت جنب بلدها في أزمتها. يا ترى مين الناس دول وازاي وقفوا في الشدة مع البلد؟ أول فئة من الناس الطيبة هي المواطن العادي اللي تحمل ولسه بيتحمل الأوضاع الاقتصادية الصعبة بسبب الغلاء اللي ملوش ذنب فيه، وهو ده البطل الأول. والرئيس السيسي نفسه شكرهم في خطابه في بني سويف، وقال تحمل الناس كان أساس وقفة البلد لحد دلوقتي. تاني فئة هي رجال الأعمال الشرفاء واللي رفضوا يتعاملوا مع السوق السوداء للدولار، استحملوا تعطل مصالحهم وبضاعتهم في الموانئ علشان ما يزودوش الأزمة على بلدهم، واللي راحوا غيروا دولاراتهم في البنوك الرسمية علشان ما تروحش لإيد تجار الأزمات. ومن بين الفئة الأصيلة واللي رفضت تتاجر في أزمة بلدها، المصريين اللي رفضوا يتعاملوا مع السوق السوداء للدولار في الغربة علشان حسوا إن دي شياطين الإنس وعاوزين يلموا الدولار علشان ما يوصلش للدولة، وما عملوش زي ناس تانية بصت للمكسب وخلاص. كمان مصر مش هتنسى اللي رفض يخزن الدولار في بيته ولا يبيعه في السوق السوداء بأعلى سعر، واعتبر المكسب هنا مشبوه وحرام لأنه جاي من مضاربة وفي وسط أزمة وبيأذي ناس تانية كتير. بانكير، نبض البنوك.